بأول فقراتنا مشاهدينا حيكون معنا الدكتور عمار دلول وهو اختصاص ماجستير إدارة أعمال، أيضا حتكون معنا الدكتورة ريهام دروبي معالج نفسي. صباح الخير. صباح النور. كل عام وانتم بألف خير. انتم بألف خير يا هلا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم، سعيدين اليوم انكم عم ترافقونا بأولى حلقات صباحنا غير للعام الجديد. بداية خليني أسألكم هيك سؤال مشترك، كيف كانت السنة الماضية 2021 عليكم؟ بداية معك دكتورة. أنا بعتبر السنة كانت حلوة وتجارب جديدة لإلي وبشكر الله عليها دايماً، بشكر على التجارب المؤلمة والتجارب الجيدة لأن اثنيناتهم بيعلموني كيف انضج أكثر وانفعالياً اجتماعياً، فلذلك أنا نشكر الله كنت راضية عن السنة. الحمد لله. ودكتور كيف كانت السنة الماضية عليك؟ هي السنة الماضية كانت عم بحكي أنا بس أحكي علي، عم بحكي عن كل اللي حوالي مثل ما قالت. اليوم السنة الماضية كان فيها جيد وفيها سيء، ولكن على الإجمالي كانت سنة بالتوتال فيها تجارب ممكن تعمل قيمة مضافة لكل الأشخاص بكل التفاصيل. إن شاء الله بتمنى أنه ما يكون يعني العام الثاني أو الجاي هذا اللي بلشنا فيه يكون أهم بكثير من العام الماضي. إن شاء الله. إن شاء الله، هي أمنية عامة يا دكتور، إن شاء الله هيك بصير هذا التغيير. دكتورة البداية عندك، طالما نحن عم نقول عام جديد دائما البدايات بحياتنا هي الأجمل، يعني بأي شيء حتى بعلاقاتنا العاطفية الاجتماعية بعملنا بتحسي دائما وقت بتبلش شيء بيضل له ذكرى خاصة وبصمة حلوة بحياتنا. اليوم كونه نحن بصباحنا الأول بعامنا الجديد حبينا هيك اليوم نتشارك همومنا معاكم، كونك حضرتك طب نفسي والدكتور موارد بشرية فبتتقاطعوا مع بعض أكيد بأشياء كتير. اليوم نحن كيف قادرين نبلش هذا العام صح؟ كيف قدرانين نحن نتخلص من الخيبات اللي حملت السنة الماضية، انكساراتنا؟ كثير من الناس مرقت بظروف، ممكن في ناس راحت لموضوع الاكتئاب، ناس صار عندها ضغط نفسي، ولكن اليوم نحن عندنا بداية جديدة، نحن بحاجة نوقف قدام مرايتنا اليوم ونبلش صح. تمام. اولا نحن نعتبر كل يوم بمر علينا يعني بشوف النور فيه فهي يمكن نخلي بداية جديدة بحياتنا، لكن بحب نوه لفي فرق ما بين الاضطراب النفسي والوضع النفسي اللي الازمه يمكن نمر فيها، اضافه لانه نوعيه الحدث الصادم اللي بنمر فيه او الانكسار اللي نتعرض له يختلف من شخص لاخر، وحتى كيف تاثيره بالشخص او كيف تفاعل الشخص فيه بيعتمد على هذا الاساس تجاوز الوضع النفسي او لا. لانه لما بيكون الحدث الصادم كبير كثير فهو يحتاج لوقت اكثر من حدث آخر يمكن يكون أقل صدمة، فبالتالي أنا لما بدي أقول اتجاوز وضع نفسي فيجب أن أعرف نوعية الحدث الصادم وشدته قديش، ما أنا مسحة رسول مثل ما بيقولوا. النقطة الثانية، هناك فرق ما بين الضغط النفسي الشديد والضغط النفسي الطبيعي، يعني نحن يوميا بنمر بضغوط طبيعية بدنا نحاول قد ما فينا نستخدم آليات تأقلم لحتى نتجاوز هذا. عطينا هيك آليات، اليوم كلنا تعرضنا وكلنا انضغطنا، فاليوم الشعب يعني حقه، هو بالنهاية حقه الشيء اللي مرق فيه، فاليوم هيك نعطي انه احنا كيف نبلش صح. تمام. اول شغلة انا بأكد عليها لانه هي المشكلة الأساسية بالانكسارات او بالصدمات الماضي، مفهوم الماضي بالنسبة لنا دائما في عنا أسير الماضي، عم نكون أسراء الماضي دائما، وبالتالي دائما هو مكبلنا بقيود عم تمنعنا نتقدم على المستقبل. فأول خطوة يجب أن نتعلم الماضي، من الماضي أخطائنا والتجارب، حتى التجارب المؤلمة شو الشيء اللي استفدت منه أو شو كانت الخبرة اللي أنا وجعتني الحكمة فيها. أول نقطة لما أنا بتقبل الماضي وبعرف أنه عندي تجارب مؤلمة جدا وأنه أنا مرقت بأخطاء، لازم اعترف بهي الاخطاء اني مرقت فيها، ما اتجاهلها. هاي اول نقطه. بالتالي انا لما بمر بتجارب بالمستقبل جديده ممكن تكون مشابهه للشيء بالماضي، فانا هون بالماضي راح اتعلم الاخطاء اللي انا وقعت فيها، ارجع بالمستقبل ما احاول اني مر فيها من جديد. النقطه الثانيه، بكل خبره في هنالك عواطف ايضا يعني بتتاثر، فبالتالي انا هاي العواطف ما فيني امحيها، لازم اتقبلها وانفتح عليها. يعني اي شعور حلو لازم كان اتقبله، شعور بشع لازم كمان اتقبل حالي وعبر عنه. تراكم الانفعالات ما نحل. الكبت هي اليات دفاع نفسيه نحن نستخدمها يعني لحتى ندافع عن حالنا، ولكن هي سلبيه اذا استمرت.
فأول يعني خطوة مهمة إني أتقبل هالمشاعر السلبية اللي أنا عم مر فيها لحتى أقدر أحب حالي أكثر بكل شيء، مو بس بقوتي حتى بضعفي. النقطة الثالثة الابتعاد عن العلاقات السامة. العلاقات السامة بحياتنا جزء كبير من إنه نكون محطمين، لأنه دائما بتدوروا على الشيء اللي بيأذيني واللي بيخليني أرجع لورا. أما لما أنا بحاول حدد مساحات الشخصية وأشخاص اللي حوالي والدوائر العلاقات الشخصية، فأنا بلشت أعرف مين عم بيساعدني مين عم بيدعمني، والأفضل يكون مع أشخاص فعلا داعمين وإيجابيين لإلي. فبالتالي أنا عندما بأخذ قرار ابتعاد عن العلاقات السامة، فأنا عم ساهم بجزء كبير ببدايات جديدة. هاي العلاقات كانت سابقا هي عم تأذيني، فهي بداية جديدة. يعني دكتورة رح نرجع نسألك كيف ممكن إحنا يعني نتجاوز هاي العلاقات السامة أو نبتعد عنها، ولكن بدي انتقل عندك دكتور. بداية عام جديد وكلياتنا حطينا هيك لستة طموحات، الشباب دائما عندهم هاي الطاقة للتغيير إذا بدنا نقول. من موقعك اليوم ومن خبرتك فينا نقول كيف فينا نبدأ بداية جديدة على صعيد العمل؟ فينا هيك نستفيد أو نقاطع بنقاط معينة ذكرتهم الدكتورة؟ أهم شيء اليوم يعني الشباب يقتنع بفكرة إنه يقدر يدمج المواهب بالعلم. يعني اليوم أنا عندي يمكن ما ضروري يكون شهادات عالية، يمكن يكون عندي خبرة أو علم أو مؤهلات بمكان معين، وبعدين بدي أدمجها بالواقع العملي، بدي أدمجها بخبرات اللي أنا ممارسها، بدي أدمجها. ولكن الدمج ما رح يكون بعقلي، لأنه المشكلة اللي دائما منعاني منها نحن بشكل عام شعوب ما بتمسك ورقة وقلم، فلازم نحن نمسك نحط جدولة نحط فيها على ورقة مهاراتنا هواياتنا خلينا نقول الكواليفيكيشنز يعني المؤهلاتنا، ونقاطعهم ليطلع معنا نموذج لبداية عمل جديد صغير، ونشوف كيف فينا نعكسه على إمكانياتنا. يعني في حدا عنده إمكانيات كبيرة، في حدا عنده إمكانيات صغيرة، عم بحكي معنوية ومادية وعلاقات، يعني هي ثلاثة دمج، لأنه مثلث هو بده يكون في علاقات ليقدر يعمل عمل، بده يكون عنده إمكانيات مالية وعنده إمكانيات خلينا نقول اللي هي إدارية اللي هي شخصية. هاي مقاطعتها بيقدر بين اي شاب يمسكهم يكتبهم عوره، بيطلع معه فكره مشروع صغير او مشروع كبير او عمل معين وبده يعكسه على ارض الواقع. هون بتجي بقى دور كيف بده يعكسه، وهي بعتقد هي عباره عن برامج لازم تكون حكوميه لتقدر توجه الشباب باتجاه هالمشاريع، لانه تسهلهم اليه الحصول على التشريعات، لانه هي مشروع بتشريعات. وهي العراقيل اللي كنا تحت الهواء عم نحكي عنها، انه في عراقيل عم تواجه المشاريع الصغيرة اللي هي العلاقة بالتشريعات والقوانين، لأنه ما في حدا عم يوعي هذا الشباب على التشريعات والقوانين المعنية بهذا الموضوع. فهون خلقت فكرة الحواضن، أن نعمل حواضن ريادة أعمال ومسرعات أعمال وإلى آخره. لاحظنا بالفترة الأخيرة عم تصدر قوانين للتمويل للمشاريع الصغيرة. يعني رشم نسأل هيك الشباب دائما عندهم هذا الهاجس، كيف فيني احصل على الاموال؟ كيف فيني وسع اليوم دخلي؟ اذا بدنا نقول سؤال عام نرمي سؤال عام للكل كيف فينا، فخلينا نستفاد منك دكتور بهي الناحيه. حقيقة قال لك اليوم ما انا مهم كيف بدي احصل على مصدر التمويل، اكماني مهم ان يكون عندي خطه عمل صحيحه. لانه اذا انا كان عندي خطه عمل صحيحه بدي اروح على مؤسسات رياديه اللي هي مثلا مؤسسات تمويل صغيرة اللي صارت منتشرة كتير بكذا مكان، وأعرض هاي الجدوى أو أعرض هاي الخطة لأقدر أخذ منها تمويلات بضمانات شخصية. يعني وصلنا لمحال في تمويلات صغيرة بقدر أقدمها تقدمها هاي المؤسسات بضمانات شخصية، ولكن بدي تقتنع أنه هذا الشخص هو عنده فكرة ما منمية صح. يعني مو بدي روح لعنده وكون انا حاط الفكره براسي وقول له انا عارفان براسي شو بدي اساوي، ما راح يمشي. بدي اكتبهم بطريقه معينه على شكل رود ماب خارطه الطريق، وروح لعندهم اقول لهم انا عندي هذا الورق بدي بلش هيك بعدين هيك بعدين هيك. لو ما انا كثير منمزجه صح، لانه مع اللي بده يمشي مشروع جديد وخاصه اذا هو ما انه من مؤهلات جامعيه كبيره ما راح يقدر يعمل جدوى صحيحه بطريقه نموذجيه، ولكن قادر يكتب على الاقل، فقادر يكتب خطه بالطريقه اللي هو بشوفها، وممكن بقى هالمؤسسات تساعده ليعكسها على شكل جدوى حقيقية وتقدم له التمويل. أو لما أي حدا بنعرض عليه المشروع حتى لو صغير، إذا كان شايفه محطوط بقالب صح
ممكن تكون بقى يرعاه كممولين كمستثمرين كشركات والى اخره. اليوم دكتورة تغيرنا نحن، يعني نحن ما فينا نقول لا نحن ما تغيرنا بسبب الظروف اللي مرقنا فيها بالحرب على سوريا، بسبب الكورونا، الأوضاع الاقتصادية، تأثر جيل الشباب كتير، أحلام كتير تأجلت وأحلام انهارت خلينا نقول. يعني اليوم وقت نحن عم نروح لحتى نعمل أي شيء، كنا عم نرمين يعني حكينا بالقصة، ما بقى في هذا اللذة أنك أنت اليوم نجحتي بشيء رغم أنه أنت ناجحة، نجحتي بمشروعك ونجحتي بفكرتك، ولكن هذا الإحساس بسبب أرشيف الصور الموجود بذاكرتنا خلال الحرب وخلال الوضع اللي عم نعيشه موجود، عم خلينا نقول يعبث بهاي الفرحة اللي موجودة بداخلنا. اليوم كدعم، خلينا نحكي عن الدعم، اليوم نحن كيف قادرين ندعم أنفسنا بداية لنقدر ندعم المحيط ونطلع بأرشيف صور جديد يناسب البداية الجديدة؟ تمام، نحن مو مطلوب منا انه ننسى الماضي، لانه نسيان كماضي ما فينا ننسى الماضي، نرجع بركز على فكره التصالح مع الماضي. يعني انا خليني كون هدف بحياتي يساعدني اني يصير عندي شغف، انا يوميا فيني اخلق اهداف يوميه لحياتي، اسبوعيه، شهريه، سنويه، هيدي الاهداف بتعطي معنى للحياه، ومن هون انا بستمد الشغف والقوه والطاقه. ليش أنا دايماً بأي أزمة بصير تفكيري مركز بس على النقاط السلبية وبنسى أنه في إيجابيات بحياتي، في نعم موجودة حوالي، فالمزاج السيء هو اللي بيخليني أنا أروح نحو التركيز حول المواضيع بس أو الأفكار السلبية. لكن من الأساسيات لحتى فعلاً أدعم نفسي أكثر، أرجع أطلع على الإيجابيات الموجودة والنعم الموجودة بحياتي شو ما كان نوعها، من أصغر لأكبر، واخلق اهداف بتساعدني اني فعلا تعطيني الشغف بحياتي. انا ما هلا بعد ساعتين عندي مثلا موعد مع صديقه مقربه كثير حبيبي، هو يعني حبيبي لي كثير قريبه، فهو هدف لحياتي، هدف صحيح صغير بس يعطي شغف اني انا اتحضر لهذا الموعد، وهي من اصغر الاهداف لاكبر الاهداف. النقطه الثانيه كثير مهم جدا نقيم مشاعرنا بشكل يومي او حوار مع الذات، الحوار الايجابي وليس حوار النقد واللوم. حوار النقد واللوم ما بيجيب لك ابدا سوى مشاعر سلبيه، اما الحوار الايجابي اللي بيتضمن النقد البناء اللي انا انه انا هون غلطت، انا هون كنت لازم اكون افضل، انا هون فعلا ظهرت بقوه ما كنت شايفتها، تقييم هذا والحوار بيعطيني فعلا اعرف مين انا اكثر، واسعى لاني ارسم صوره الذات اللي بدي اياها انا بالمستقبل. يوميا يجب ان اقيم نفسي، والمراية اللي قدامي اللي نحكيها عنها مرايتي، فعلا أنا أعرف حالي بسبب الأزمات اللي مرقت فيها، رح مر يعني تتشوه صورة الذات والصراعات تبعي، يمكن أفقد الثقة بنفسي، لكن بدي أرجع بلور حالي أكثر وقيم حالي من جديد وأشعر بانفعالاتي، أتقبلها أشتغل على إدارتها لهي الانفعالات بكل شيء. يعني المشاعر كلها تنخلقت لتنعش، مو بس شعور واحد هو السعادة، لا، شعور الحزن، شعور الغضب، كلها إلى مساحات عيشها، ضروري عيشها بأدق تفاصيلها لأقدر أرجع من جديد قيم حالي وطور حالي من جديد. أدين يرمين دكتورة، الحديث عم تكتير كتير حلو، بس ولكن نحن أدين بحاجة لتدريب، يعني نحن منا مدربين، نحن واجهنا الأزمة بدون تدريب، فاجأنا يعني شباب الكل، يعني أنه نحن ما كان عندنا هذا التأهيق النفسي أو المعنوي أو الاقتصادي بكل النواحي، فلهيك نحن رحنا لصدمة في حالة ضياع نوعا ما تماماً، يعني فكتير مهم التدريب إن كان باختصاصك دكتور إدارة الأعمال أو على الصعيد النفسي طبعاً. هذا بدي أسأل دكتورة السؤال، عم تقلينا سمعوا صوت حالكم، مثل كأنه عم تقلينا نوع من التنظيف الذاتي اليوم لأفكارنا ولمشاعرنا، خلينا نحكي عمليا ونستفاد من حضرتك ضمن المعالجة النفسية، كيف ممكن يتم هذا الشيء؟ يا ترى عن جد انه ايه نوقف قدام المراية نحكي بصوت عالي، ولا كان الدكتور من شوي عم يحكي عم فرغ على بقلم وورقة، ولا احكي قدام شخص انا برتاح له وبحبه؟ شو هي الطرق الصحيحة؟ هاي الامور تختلف من شخص لاخر، يعني كل حدا عنده آلية بيرتاح لها اكثر ليعبر عن حاله. يعني في اشخاص ما بتحب الكتابة، انا بيجيني مثلا مرضى اذا بدي اشتغل على تمارين معينة كتابية بتقول لي بليز انا ما بفضل انه كتابة، ما عليه انه مثلا حوار
مع حالي، حوار معك بلا ابكي. في ناس بتعبر عن حالها بالموسيقى اذا كانت فعلا هي بتحب حالها، يعني انه او هي مثلا عندها هوايه الموسيقى بتعبر عن آلامها بمعزوفه تالفها بتعبر عن هذا الالم الحلو. في ناس عن طريق الرسم، في يعني في اساليب، في بالرياضه، في بالمشي، اساليب تختلف من شخص لاخر، بس المهم انه انا اعبر عن ذاتي، عن وجودي، ما يعني ما حاول اتجاهل شو عم بشعر فيه ولا اكبت. يعني برجع بقول في اليات دفاع نفسيه موجوده عنا، النفس لما بتشوف حالها انه متضايقه بتدافع عن حالها بهي الاليات، منها نكران واقع او كبت. هاي الامور سلبيه اذا استمرت بشكل كبير، فانا بدي ساعد حالي اني اتقبل شو عم بيصير معي. وطبعا الاشخاص الداعمين حوالي بيلعب دور كبير، يعني الاب والام، العائله، الاصدقاء، فعلا هن دور كبير بهذا باي ازمه نفسيه بنمر فيها. فنحن كمان بنشجع كل شيء حوالينا من داعمين يساعدونا بالامور النفسيه اللي بنمر فيها. دكتور خبرنا رايك بموضوع الدعم، وخاصه الشباب يلي نحن هلا هن نحن بكره لإلهم. يعني حقيقه هلا اليوم نحن عم نحكي بشيئين متناقضتين، يعني بالنسبه بعاد عن بعض، اللي هن الشيء النفسي والاجتماعي والى اخره، يمكن بايد الدكتوره ببعض الاشياء، ولكن على الصعيد لازم العملي لا يعني الصعيد لازم العملي لازم نختلف عشان نصل لنتيجه. ما انا ما انا وجه خلاف، ولكن على الصعيد العملي لما بدنا ننفذ على الارض نحن بنشوفها من زاويه انه ما في شيء بيتنفذ على الارض بيكون ما يكون مخطط سلفا. فنحن دائما عندنا مثلا اذا نحكي بعلم الاداره في شيء اسمه اداره ازمات، تمام؟ فاداره الازمه بيقع تحتها اداره مخاطر، بيقع تحتها كذا علم لحتى نوصل للقصه. هلا اليوم يمكن على الصعيد الشخصي والنفسي والاجتماعي يمكن بستعمل وسائل دكتورة، يمكن عم نتعلم منها كيف نعمل حوار، كيف اشياء، ولكن على الصعيد العملي اذا انا عم بدير عمل ما رح يمشي الحال غير العمل ينعكس لارقام، لانه اخر شيء بقرا كل شيء ارقام. لا عكسه الارقام معناتها بده يكون عندي ورق وبده يكون عندي كتابه، يعني ما عم بحكي ورق يعني بمعنى المفهوم الفيزيائي، ولكن بده يكون عندي شيء داتا ابني عليها. هالداتا هي بقدر من خلالها ادير ازمه معينه، وفي علم لهذا الموضوع. يعني اليوم انا كيف بدي احسب ريسكي لقدام؟ مثلا فتت بازمه، طب معناتها عندي مخاطر جايه على الطريق، طب كيف بدي احسبها لهالمخاطر؟ شو اللي بدي اقيمه على جنب لاقدر ادير المخاطر؟ هل مثلا اذا جايب انا مثل امبارح صار عنا، او اول امبارح او من كم يوم قبل راس السنه بكم يوم صار عنا اشكاليه ببعض البضائع بمثلا مرفق، طب انا اللي جايب هذا البضائع بدي اكون حامل اداره مخاطر وحاسب شو مدى المخاطر ممكن تصير اذا صار هيك شغله. طب هل انا بقيم كل ما كل قصه بدي احسبها مخاطر مثلا تكلف 100، فهل بقيم ال 100 كلها وفي شغله ثانيه 100 100؟ بلاقي حالي قايم 10,000 مخاطر وانا العمل كله هو ب 500 مثلا. فهون في مشكله، هون في اليات علميه للموضوع. فانا بدي هون قيس قديش كميه المخاطر، كيف بحسب نسبتها المئويه، قديش كلفه المخاطر، بضربها ببعضها بيطلع معي رقم، وبجمعها بساوي سله مخاطر، وكيف بدير فيها الازمه. فهون شوي نحن من وجهه نظر اداريه دائما بنتوجه باتجاه الارقام والكتب والى اخره. هلا اكيد يمكن العامل النفسي بيلعب دور، المبعرف شو، يمكن اكيد هذا الحكي انا 100% بوافق للدكتوره فيه، ولكن لما بنحكي عن اعمال وعن بدايه اعمال جديده ما رح يمشي الحال انه انا والله جعبالي اعمل شغله بفكر فيها ايه والله شكلها منيحه بمشي، لا ما بيمشي الحال ابدا، بدها ارقام وحسابات اساسات 100%. صحيح. كانت عم تحكي الدكتوره نقطه مهمه من شوي انه ضروره تقبل الماضي مثل ما هو، يعني بحلوه ومره. على صعيد الاعمال يعني نحن عندنا ربح عندنا خساره، عندنا نجاح وفشل، كيف اليوم بعالم الاداره ممكن نتعامل مع هالمفهومين، وخصوصا نحن بوضع شوي حصار اقتصادي، ضغوطات كثير كبيره، والمخاطره هون عم تكون يمكن عم تكون شوي اكبر. نحن من وجهه نظر عم بحكي هلا العمل، يعني عم بحكي عن خبره عمليه على الارض من اداره شركات انا موجود فيها، او من خبرتي باداره اعمال لاشخاص رواد اعمال عم بشتغل معهم على خطط والى اخره. اليوم بالمبدا اكيد اي مشروع معرض ليصير فيه مشاكل وعراقيل، وفي ان اكسبكتد ريسك اللي هي المخاطر غير متوقعه ممكن تصير وتاذي. ولكن اليوم بهذا الوضع، بوضع مثل وضعنا، الهدوء سيء بموقف. لما بتكون هادي كثير وتعامل مع الموقف بهدوء، لأنه ردات الفعل بتأذي المشروع أكثر، وبالتالي بيكون هادي كتير بأي مشكلة صارت،
ودائما ما في شيء بيوقع، يعني ما في شيء اسمه نهايه العالم، يعني خلص اوكي اكلناها، خلينا نفكر كيف بدنا نطلع نيكست ستيب، لانه ما راح يمشي الحال غير نمشي. اذا بدنا نوقف مشكله فنحن لازم يكون عندنا نوع من انواع التفاؤل، ويمكن الدكتوره ساعدنا كيف نعمله لنقدر نمشي نيكست، يعني نمشي لبعده. فدائما واتس نيكست، دائما شو اللي بعده شو اللي بعده، ولا ما راح يمشي الحال. من مشروع الدكتور اليوم انا بدي بلش مشروع، ولكن انا مفروض يكون عندي اساسات وقواعد نفسيه، كيف ممكن انا هذا المشروع ينجح بحياتي؟ خطه المشروع اليوم كدعم نفسي او خطه لاقدر انجح مشروعي، كرمال هيك اليوم نربط بين النفسي والموارد البشريه، على شو لازم نستند؟ كيف احنا لازم نبلش اول خطوه لاخر خطوه ونحن بالاتجاه الصح؟ اول شغله لازم اعرف انا وين متوجهه، بعد توجهي شو طاقاتي وامكانياتي، هل انا فعلا هدفي قد الطاقات او الامكانيات المتواجده عندي؟ اذا كان فعلا بقدم على هذا دراسه القرار، دراسه القرار بتختلف عن تنفيذه، يعني انا بدرس قرارات كثيره وكل يوم باخذ قرار يومي، يعني انا من اول ما في لاخر ما في بدي اعمل بدي ساوي، وانا على بالي وبدي اعمل هيك بدي اعمل هيك، اوكي بس اخر شيء شو حققت شو نفذت؟ هون في فرق، فأنا لازم أعرف أدرس القرار بشكل منيح، وأن يكون أكثر من قرار طريقة لهذا القرار، مشان إذا لا سمح الله مثلا طلع شيء ما أنه متوقع من قرار معين أو طريقة معينة، يكون في قرار أو حل تاني بديل عنه، نعم بيسعفني لحتى أوصل للهدف اللي أنا فيه. بعدين بحاول نفذ القرار اللي أنا اتخذته بناء على الطاقات أو الإمكانيات المتواجدة جواتي، يعني نحن ما فيني مثلا انا اقول لابني لنفرض انه انا بدي اياك طبيب نفس، يعني دائما هيك بسمع الاهالي بدي اياك طبيب قد الدنيا كبير، وهو مثلا طاقته مثلا بالفرع الادبي مو فرع العلمي، فهون انا يعني هون الصعوبات بقى، يعني الاهل بيتعرضوا لاحباطات، وحتى الصبي او الشاب بده يتعرض لاحباط لانه هو حابب يكون مثل صوره الاب والام اللي هن راسمين له اياها، بيتخبط بين هاي المشاعر الذنب، ونفس الوقت هو ما هو مو هذا الشخص اللي هو اللي عم يتصوروه، وبالتالي بيصير تخبط ما بين صوره الذات الحقيقيه وصوره الذات المثاليه اللي عم يسعى انه يوصل لها. فانا ضروري اعرف طاقاتي امكانياتي نقاط قوتي نقاط ضعفي واشتغل عليها، وفي حال اذا كانت نقاط الضعف تبعي قابله انه فعلا تتطور لتوصل لمرحله الهدف اللي انا عم بسعى له او لا. اليوم عم نحكي نقاط ضعف، قد ايه دكتوره نقاط الضعف بتعرضنا انه نكون عرضه للاشخاص اللي حوالينا؟ اليوم قلتينا انه نحن مفروض نتخلص من الاشخاص السلبيين بحياتنا، احيانا بيكونوا مفروضين علينا او السامين مثل ما سميتهم الدكتوره. فنقاط ضعف بتحسسك انه انت مكشوفه، كيف احنا ممكن نداري هاي القصه ان كان نفسيا وان كان عمليا؟ هلا فعلا في علاقات انا ما فيني اتخلص منها، ففي اليات للمواجهه لهي العلاقات، هي يا انسحاب يا تغيير يا تاقلم يا تقبل، تمام؟ فانا حسب الوضع اللي انا فيه، يعني عائلتي اذا كان في اشخاص مثلا من ضمن ابي او امي انه ما كثير بيتقبلوني، دائما في نقد بشكل مستمر، انا ما فيني اغير ابي وامي، انا فيني احاول افتش على اليه انه مثلا تقبل انه موجود بهالعلاقات معينه، لكن ارسم حدود، الجا لاليه حوار ما بين والدي ووالدتي. في علاقات اخرى لا فيني انسحب منها، مثلا في عمل انا حسيت حالي الي قيمتي متواجده فيه، فانا بحاول انه انسحب بعد ما ادرس المرابح والخسائر، انا شو يعني كيف بدي اتصرف بهذا الموقف. فبالتالي العلاقات السامه هي متنوعه، ولكن انا اعرف اختار الاليه او الاستراتيجيه المناسبه للتعامل مع هاي العلاقات. عمليا راح ننتقل لعندك دكتور، يعني تفضل. هاي لانه عم نحكي صرنا بزنس وعمل صحيح، نحن بنشوفها من وجهه نظر انه ما في شيء 100% منيح وما في شيء 100% سيء، فبالتالي بقدر انا هي وجهات نظر عم بتكون لاي موضوع 100%، وبالتالي برايي يعني نحن من وجهه نظر اداريه من اكيد متعرض ل يمكن شركات متعامل مع اشخاص او عمال او مدراء او الى اخره، بيكون فيهم يمكن شيء نوع من نسميهم اشخاص سلبيين او اللي، ولكن ما في حدا 100% سلبي وما في حدا 100% ايجابي، ف
فبالتالي نحن بنحاول نعمل كروس اوفر لناخذ الجانب الجيد من هذا الشخص بالعمل. يعني هلا ما عم نحكي بقى عن علاقه شخصيه، علاقه شخصيه موضوع ثاني دكتوره قادرة فيه، ولكن نحن عم نحكي بالعمل. فبالتالي بدي استخرج من هذا الشخص الاشياء المنيحه، بجوز هو كثير سلبي ولكن مثلا جيد بالصيانه ما بعرف، فباخذ هالجزء منه بطوره فيه بنميه، بعمل دورات عليه، بعمل له تطوير عليه، بعمل له يمكن نوع من انواع التاهيل عليه، بطور له هذا الجانب لاستفيد منه بالعمل. يمكن هذا بعد الوقت يسر عليه بالطريقه النفسيه، موضوع هذا بخصه شخصيا. نحن بالنسبه لنا ما بنشوفه من هذا وجهه نظر بس، ولكن ممكن لما بروح انا بدي احط حدا يمكن اختصاصه بالعمل بده يروح باتجاه التسويق او المبيعات، لازم اختار اشخاص ايجابيين هون. صارت هون بتاثر على العمل بشكل مباشر، بدي شخص ايجابي. المهارات بتكون شخصيه اكثر 100% 100%. بينما يمكن اذا حدا بيقعد باك اوفيس بيشتغل بامور مثلا مثل مكتبيه كول سنتر، شيء مكتبي، شيء ما بعرف اشياء، هون يمكن ما كثير بتاثر علي شخصيته قد ما بتاثر علي عمله هو المهاره تبعه. نعم. رشا، مشان هيك نحن ممكن عم نشوف وجهات نظر مختلفة بين الناحية النفسية وعالم إدارة الأعمال، أصلاً طبيعة الأشخاص مختلفة. هون نحن عم نحكي عن علاقات شخصية، لكن هون علاقات العمل وكثير مشاكل بتصير لما حدا يروح يمكن بتصور على مجال العمل ويتعامل معهم كعلاقات شخصية، أو يعني يتوقع منهم ردات فعل شخصية كأنهم هنن علاقات شخصية بينما هنن عالم الأعمال. يعني قرب هيك حوارنا يخلص معكم، بدنا كلمة اليوم أنت حابة توجهيها دكتورة لكل الناس اللي عم يسمعونا مع بداية هذا العام الجديد، شو الرسالة اللي بتحب توصلهم إياها؟ أنا بوجه رسالة أنه دائما لازم نخلق أهداف لحياتنا مهما كانت يعني العتمة موجودة، لازم نخلق نور صغير يساعدني أني أتقدم وأني أتطور. وأنا دائما بقول ما أنا بالماضي مرقت فيه هو اللي صنعني هلأ، يعني وخليني دائما نقيم حالي ما بين صورة الماضي وصورة الحاضر. إذا كانت صورة الحاضر فعلا متبلورة بشكل أجمل وتقدم أكثر فأنا على الطريق الجيد، أما إذا كان الماضي صورته متطورة أكثر من صورة الذات الحالية فمعناته أنا بحاجة فعلا لأرجع من جديد حاور حالي، قيم حالي، شوف وين عم يصير معي صعوبات لأرجع أبني حالي وأبني صورة جديدة. لا نفقد الأمل لأنه الأمل هو اللي بيعطيني يعني الرغبة بالحياة والشغف. لذلك أنا هذا رأيي، بداية جديدة، خلي كل يوم بيشرق علينا بداية جديدة، صفحة جديدة بيضة مع كل شيء نتعامل معه. وأهم شغلة نغير نظرتنا بالأمور، ما نضل على رأي واحد، خلينا نتقبل الاختلاف أكثر ونسمع أكثر، وبالتالي نحن بنقدر نشوف الحياة من وجهة نظرات مختلفة لتبلور وتلون حياتنا بشكل أفضل. نعم. تفضل. أنا هو رشا عم نحكي مع بعض. دكتور، رسالتك اليوم هيك بتحب توجهها لكل الشباب؟ بسبب نحن الوضع العام الموجود عنا، البلد ما رح يمشي الحال تمشي غير بشبابه بطاقاته. بالتالي اليوم الطاقات والخزان البشري الموجود عنا لازم نحاول نساعد ونوجه هذا الخزان البشري ليقوم بالبلد. ليقوم بالبلد بدنا نروح باتجاه أفكار جديدة، باتجاه اقتصاد المعرفة، باتجاه نجيب مصاري من الفكر وليس من الماد مواد، يعني من الصناعة وإلى آخره، لأنه هذا بعمل عبء بكل المناحي الاقتصادية، عم بحكي على الخطأ وإلى آخره، وإنما لكن الفكر هو فكر. فاقتصاد المعرفة كثير مهم، ودائما في مثل بيقول never too late، يعني أبدا ما حتكون متأخر، دائما في فرص ودائما في شغل ودائما. فهو اليوم أنا بتمنى نكون إن شاء الله ببداية عام جديد، وإن شاء الله يكون نشوف برامج عامة إن كان من جمعيات أو من حكومة، برامج حكومية أو شيء، لتستغل هالخزان البشري، تطلع منه هالطاقات لنرجع نبني ونرجع نمشي ونرجع لقدام. إن شاء الله. طبعا أنا بحب عايد كل شيء ساعدني هالسنة، دعمني أكثر معنويا بحياتي، من أطباء، من أصدقاء، من أهل، وبقول لهم إن شاء الله كل عام والعمر والصحة المديدة لكم جميعا، وبعايد كل الحضور والجمهور إن شاء الله بداية جديدة لهم. أكيد دكتورة، ونحن من نعايدك ونعايد أهلك، ونتمنى لك سنة حلوة هيك بهاي الإشراقة اللي بتعطيتيني إياها اليوم. دكتور عمار، بدي أتشكرك وأتمنى لك أيام حلوة وبدايات جديدة.
شكرا لتواجدك معنا اليوم. ايضا الدكتوره ريهام شكرا لك وكل عام وانت بالف خير. بدنا نشكر اليوم وجودكم معنا لكل هاي الاضافه النفسيه والعمليه اللي قدمتوا لنا اياها. بدنا نتمنى لكم كل الحظ والتوفيق بحياتكم الشخصيه والمهنيه، واكيد لنا لقاءات قادمه ضمن صباحنا غير.